تاني حاجة كان لازم يكون عندك قوة مسلحة في بعض قوة القوة المسلحة بيسموها علاقات القوة، علاقات ريليشنال، يعني ايه فيها طبيعتها انه علاقة ما بيني وما بينك، انا مش لازم استخدم القوة، انا كفاية بس المسدس يكون باين كده بس خلاص، ده ادي وظيفة الدبابة، احسن دبابة اللي متستخدمش. حتى ما كان يقال ليس في الاطار المصري، لكن ما كان يقال دوما في ما يعرف بالطاقة النووية، يعني دع لديك دوما القدرة على أن يكون لديك السلاح النووي حتى وإن لم تصنعه أو تتجه. بالضبط كده، ده مهم. طيب دكتور معتز، أنا لم يعد أمام مزيد من الوقت، وفي إطار العلاقة مع أفريقيا كان يقال بمناسبة الحديث عن الأدبيات القديمة، في روسيا لم تكن لديهم تقارب سليم معه، وأنها فقط أداة من أدوات المناكفة مع الولايات المتحدة الأمريكية لخلق مساحات تقارب جديدة. في إطار استعادة الدور المصري في أفريقيا واستعادة أفريقيا إلى مصر مجددا، كيف يتعامل الأفارقة مع هذه الرؤية المصرية وكل العطايا أو الرغبة في التقارب المصري الأثيوبي والمصري الأفريقي بشكل عام، كيف يتم التعامل معه؟ لا هو إحنا غلطنا قبل من كده، يعني عشان أقول أنا لا أستطيع أن ألوم الأفارقة، إحنا أخطأ، إحنا تبنينا سياسة خارجية انكماشية لحد بعيد تجاه أفريقيا في فترة سابقة، سواء في عهد الرئيس السادات أو في الجزء الأخير من عهد الرئيس مبارك، وبالتالي أفريقيا طول الوقت مستنيانا، يعني هناك مقعد شاغر في مقدمة الصفوف لدولة اسمها مصر، يا مصر تيجي تشغله يا ما تشغلوش. فالقضية الحقيقة كان خطأ عندنا، وطول ما احنا بنتبنى سياسات إيجابية في علاقتنا مع أفريقيا، أفريقيا سترحب بنا، هي دائما رأيتنا كده، احنا تاريخيا والحضارة والتاريخ والأخوة، لكن كمان بالإضافة لمصر حينما تقوى تنشر خيرها وقوتها على أشقائها الأفارقة، ومصر حينما تضعف هم بالنسبة لهم بيجدوا مباشرة انه بقى في علامة استفهام، بقى في خلل ما في علاقات القوة، احيانا حتى في مفاوضاتهم هم مع الدول الاوروبيه او مع الولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي انا بتصور انه احنا تعلمنا من الخطا اللي قبل من كده اللي احنا ارتكبناها، واعتقد ان توجهات السياسه الخارجيه المصريه النهارده بتؤكد تماما اننا لا ينبغي ان نسير بساق واحده، هي الساق العربيه او الساق الشرق الاوسطيه، لابد من وجود ساق اخرى الا وهي الساق الافريقيه، ودي اللي بيقدر من خلالها. بالمناسبه طبعا احنا ما اتكلمناش بشكل مصر مدخل مهم جدا للكثير من الاسواق الافريقيه، لانه احنا موقعين اتفاقات مع دول افريقيه كتيره جدا الكوميسا وغيرها، انه احنا اللي ما ينشا في مصر ما ينتج في مصر، يعني التليفون ده لو انا جايبه من الصين ما يدخل، يعني لازم يكون في اتفاق ما بين الصين لو الصين انتجت التليفون ده في مصر يقدر يصدره للدول الأفريقية بلا جمارك.